متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية في المملكة للأيام القادمة. نبدأ هذه النشرة بخرائط توزيعات درجات الحرارة التي هي بالقرب من سطح الأرض، فكما نلاحظ تمركز لهواء ساخن في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة مع صعود تدريجي لهذا الهواء نحو الشمال، حيث وصلت أو ارتفعت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في عموم المناطق الغربية من المملكة. أما غدا الأربعاء فيتوقع انتشار هذا الهواء أكثر نحو الشمال ليصل إلى أجزاء من الجوف وأيضا القصيم ويقترب من العاصمة الرياض ويشتد فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية أو مناطق جنوب غرب المملكة، بحيث ترتفع درجات الحرارة في الأجزاء الغربية من المملكة بشكل ملموس وواضح بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس فيتوقع أن يتعمق هذا الهواء الساخن ويصل العاصمة الرياض والمناطق الشمالية والشرقية، وبالتالي يتوقع يوم الخميس أن يطرأ ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة ويكون الطقس مغايرا تماما للأيام الماضية، بل ويمين الحرارة أحيانا في بعض المناطق تتجاوز درجات الحرارة حاجز 30 درجة مئوية في العديد من المناطق، ولكن هذا أمر مؤقت. السبب هناك اندفاع لهواء بارد باللون الأخضر المشار إليه في المناطق الشمالية الغربية من المملكة المتاخمة لبلاد الشام، الأمر الذي سيؤدي لاحقا إلى اندفاع هذا الهواء بشكل سريع كما نلاحظ. إذا كان هنا يوم الخميس هذا يوم الجمعة، بشكل سريع يتوقع اندفاع هذا الهواء نحو الجنوب، هو هواء بارد للغاية، وبالتالي سيحدث انقلاب حراري على كامل هذه المناطق تقريبا، الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والأجزاء من المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض. هذا الهواء البارد من المتوقع أن يكون أيضا مستمر معنا حتى يوم السبت، وبالتالي يتعمق أكثر نحو الجنوب بمشيئة الله تعالى مع عودة الارتفاعات درجات الحرارة نحو المناطق الشمالية. مقدمة هذا الهواء البارد هي ربما تكون عواصف رملية، الآن هي موجات غبارية كثيفة معنا حسب آخر التوقعات الجوية، ولكن الأمر تحت المراقبة. نلاحظ سوية هذه التحركات الرياح في العاصمة الرياض كما تلاحظون، هذا هو الهواء المغبر المتوقع أن يقترب من الرياض ومن ثم الدمام ومن ثم يتجه نحو المناطق الجنوبية وربما المناطق الغربية من المملكة. يتوقع أن يصل العاصمة الرياض ليلة الخميس على الجمعة وصباح يوم الجمعة ويؤثر على مناطق عدة في المملكة يومي الجمعة والسبت. هذه النوع من الموجات الغبارية قد تكون مترافقة أحيانا بهبوط حاد لمدى الرؤية الأفقية وارتفاع لافت في نسب الغبار في الأجواء، وقد تكون هذه من الموجات المميزة للغبار خلال هذا الموسم. أما بالعودة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، فالأجواء تكون غائمة جزئيا، درجة حرارة 14 درجة مئوية. توقعات الأحوال الجوية في العاصمة الرياض خلال ثلاثة أيام القادمة فهي تكون على النحو التالي، فهو يوم الأربعاء من المتوقع أن يطرأ ارتفاع درجات الحرارة تصل إلى حوالي تقريبا 27 درجة مئوية، يوم الخميس تقريبا 32 درجة مئوية، أما يوم الجمعة فتتراجع إلى حوالي 25 درجة مئوية مع أجواء مغبرة. درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا بمشيئة الله تعالى في مدن ومحافظات المملكة، في سكاكا 26-12، 25-12 في عرار، 23-8 في تبوك، المناطق الغربية في مكة المكرمة 31-21، 30-18 في المدينة، 27-23 في جدة و 23-14 في الطائف. مناطق جنوب غرب المملكة الأجواء تكون بها 22-14 في أبها، 18-12 في الباحة، 31-24 درجة مئوية في جازان. أما في الإحساء شرقا فتكون 27-15 في الإحساء، 26-16 في الدمام، و 25-15 في حفر الباطن. تكون في العاصمة الرياض كما ذكرنا 27-15 غدا في القصيم أو بريدة، 23-16 و 25-14 درجة مئوية في حائل. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة، دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.